مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر وحنا على مائده الافطار وبصحه فطوركم وتقبل الله الصيام الله يجعل هذا العشر الاواخر رحمه العالمين باذن الله تعالى اليوم انا جد سعيده انني كنتواجد بمنزل نقافه لغنية عن التعريف دنيا براده كذلك كيتواجد معنا اللي كان اصغر ارتيست دابا كبرتي شويه ياك كبرتي دابا حليم اليوم غتكون واحد الدردشه معاهم بداية شكرا دنيا على الاستضافة محنك معنا لا بالعكس مرحبا بكم ومرحبا بالناس اللي متابعينا وشرف لنا اليوم ونستونا وراح قبلوا علينا غير والله العظيم زعما ما غير فطورنا قبلوا علينا حريرة اللي بصير تقليدي تقليدي ديالنا ومرحبا بكم اليوم نورتونا ومرحبا بحالي اللي جا من فاس اليوم مرحبا بي نورنا مرحبا بك حاليا في الدار البيضاء كي جاك في الدار البيضاء كي جاك رمضان نفس الطقوس ديال فاس ولا مبدل آه شويه نفس الطقوس يعني جو عائلي الحمد لله يعني راه مع الدنيا بحال راني في دارنا ياك عجب فاس كاين شويه الصهد هنا دابا راه شويه مي كنشوف انا الجو بحال بحال يعني. هاد الساعه من الصيف غادي كتزند شويه كتزند <applause> عندكم فاس آه دنيا برا داون تكلموا بحكم انك نقافه تبارك الله يعني في ظرف وجيز درتي الاسم ديالك في الساحه ولا الاسم ديالك آه معروف يعني هذا المجال وش هو ورثتيه على الام ديالك او لا جاب الصدفه او لا كيفاش يعني صراحه ماشي ورثه لا لا ماما ماشي نكافه ولا يعني صراحه الله من مي هو جاك الصدفه ولكن كاين حب انا حبي لهذا المجال يعني انا ديجا كنت ميكاب ارتست وهير ستايل سكو في خدمت في العراس وشفت تنكابيت وشفت هذا الدومين كله كان كيعجبني ودخلت لي بمحض الصدفه لانه سبحان الله الاقدار كتجيب لك شي حوايج اللي كتكون مكتبه لك من سبحان الله من عند الله وحبي ليها انا عطيت فيها ودخلت في المجال ديال التنكاف تبارك الله عليك حنا شحال هذه كنشوفو النقافه كتكون شويه وازنه صلاه وسلام تبارك الله كطلقها واش دنيا كدير صلاه وسلام ولكن صانعات وماني مكلفين لا صراحه الله كاينين الناس اللي مكلفين والصانعات ديالي والبنات اللي كيخدموا معايا والبنات اللي كلهم في هذا المجال تنقدم لهم تحيه كبيره لان احنا بلا بيهم ما نكونوش لان بيهم ما شاء الله عليهم في المجال محترفين وكنفتخر بان بهاد الناس كلهم اللي خدامين معايا ولا خدامين مع كافة اخرين تنقول لهم نعطيهم صحيحتهم ويلا يخليهم لينا والله طيب انا ما نقدرش نصلي على النبي الصوت كيبغي الصوت ديك الزغريزه كتبغي تكون ما كاين اللي كيتكلف هذاك الشيء اللي كاين كل حاجه تتكون لها ناسها وماليها وانا تنخلي كل حاجه لمولاها يعني ما تن كيما نقول لك كل كل واحد كيعرف مثلا الصانعه ما شاء الله عليها تتعرف تتقال وتتعرف تلبس وتتعرف تصلي على النبي وداك الشيء تيكون زعما بتلو وما نكونش متطفله عاوتاني على واحد التخصص ديال الناس كاينين موالي اللي كيكونوا معنا واحد ليكيب حنا مجموعه اللي تنكونوا في هذه الفرقه ديال التنكافيت ما تنكونش غير بوحدي انا نكافه <applause> مي كاينين ورايا ناس جنود الخفاء كما كنسميهم اللي انا من هذا المنبر تنشكرهم بزاف وحنا كنتكلموا على جنود الخفاء وكاينه فرقه ويعني كاين واحد العمل واش نتوما وحنا في هذه الجائحه باقيين مجموعين باقي باقي الفرقه ديالك ولا شويه لان كنعرفوا انتم لا. القطاع اللي تضرر بزاف ومازال زال ما زال كاين الضرر وكاينه شويه الازمه وحنا الحمد لله الناس اللي معانا تن... تن... تنحاولوا شويه كانت كيما نقول مؤخرا شويه تنفست شويه لنا فاش أه الله سبحانه وتعالى شويه الفرج وتحركنا شويه ما نسيناهاش ليكيب ديالنا خدمنا معاهم أه في يمت الازمه كذلك ما نسيناهمش لان حنا كناكلو طرف الخبز بهم كما كنقولوا ونتمنى من الله أن يرفع لنا الوباء لانه فعلا شويه الازمه كاينه قاصحه ماشي لكن وهاد الدومين بالذات لانه فيه 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 الخسران فيه اللي كتاخذي دي زارتيكل تتشري كل مره كاينه موضه جديده كل مره كتخرج حاجه جديده لي كولور في الكاشط في لي زاكسيسوار الوغ ديما خصك الجديد باش تبقاي مواكبه ان كاين طوندونس وهذا الشيء وهذا السوشيال ميديا لعبه دور مهم <applause> وعاد دابا هذا الشيء دخلتوا انتم يعني قبل ما تكون <applause> آه آه يعني في علمكم الجائحه يعني فحال دابا آه نقولوا الموديل ديالهم دونك دخلتوا خاسرين يعني اللي خدمتي به هذا العام ولا اللي بان في الساحه ولا هذا سكو في خاصك الجديد، واخا انت ما مقد... خدمتيش به والله العظيم كان شي ماتيريال اللي انا بقى الان ما وصلتش ليه باش باش نخرجو مثلا نقول لك العماريات او نقول لك الميادي اولا هادشي ما كاينش حاليا كيكون احتفال صغير في الدار وسط الحباب والعائله يعني ذاك العدد المحدود اللي سمحت به الحكومه سكو في ما ما كت ما كتخرجيش ماتيريال كيما نقولوا كامل اللي العماريه الدار طبلة الطيفور هذا هذا الشيء كله كيبغي القاعات و تيبغي الوسعيه و تيبغي الحباب كلهم يكونوا مجموعين مي كيكونوا غير اقرب المقربين في العرس كيفي تيكون داكشي غير خفيف ظريف كيشطات لي زاكسيسوار بريكا وصافي هادشي اللي تيكون والله يوفق واخا ونتكلموا على واحد المساله اخرى هي اننا كانت كما لي انك خبي... خبيره تجميل ميكاب اب وش واش هذا الشيء كتوظفيه نيت تنكافت أه بصراحة الله انا أي يعني العروسه أنا... كتخرج عندك واجده هي هي العروسه تتجي عندنا مرحبا بها وحنا كان مي كان ما كنخدمش انا الماكياج علاش لان تنبغي ناس اخرين تي نقولوا حنا كاين واحد ليكيب بحال حالي ميكاب اب ارتست تبارك الله وهذا باسكو في كنبغي الناس يكونوا معايا كيب اللي كلنا نأكله في طرف الخبز كما نقولوا الميك اب ارتست تاكل هي حقها مول الهير ستايل انا في تنقاف كل واحد كان كما نقولوا ياكل شويه 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 اما لجيت انا نشد العروسه كامله ماكياج وشعر وتنكاف <applause> ما يمكنش <applause> يعني كتبغي تكون ديك الخبيزه تقسم على كل علينا كاملين على ليكيب كاملين اللي كتب لي هذاك الرزيق انه يخدم معنا مرحبا به واخا وغندوز لحليم عاد غنرجع لك على الطرائف <applause> اللي كتوقع لكم حليم تبارك الله انت دابا العريسه كتجي عندك يعني دابا انا لو جيت عندك غتبدلني واخا العروسات يعني ولاو كيتقبلوا ان حنا كنعرفوا ان سيرتو في القصه ديال الشعر عزيز علينا نمشيو عند راجل كتقول لك مشيتي عند راجل تبارك الله يدو كتكون مزيانه مع احترام النساء اللي كيديروا يدو مزيانه كوب كديرة هي هذيك واش في الماكياج كاينه نفس الفكره بزاف حفه هاد السنين المؤخره ولينا كنشوفوا زعما دخلاتهم داك الثقافه وداك الوعي ان ميكاب أب سي ماكيلو ما كيلو زي ما بقيناش كنلقاو داك الاحتكاك زعما على راجل ولا ماشي راجل ومؤخرا يعني باعتراف ديال الجميع ان الميكاب ارتست هما اللي ولاو دابا من لونسيان وكيخدموا كيما قلتي انت هي احسن من البنات احتراما ليهم والحمد لله زعما غاديين بخير ما بقيناش كيف كنا يعني تبارك الله كتشد العروسه كتبدلها الحمد لله يعني العروسه بالمكياج والشعر كلشي يعني كاين اقبال كبير واخا ولا سولتك على واحد المسألة ديال آه المكياج الالوان اللي دارجه دابا آه الوجه اللي دا دائري الوجه اللي اوفال يعني كتخدموا على هذه المسائل التقاسيم ديال الوجه اعطينا شي نصائح هكا باش العريسات ربما يستافدوا طبعا اكيد ملي كتجي العروسه اول ما كتشوفي فيها كتشوفي في الفيزاج ديالها كتشوفي مثلا نوع العيون ديالها وكذلك البشره ديالها وكتشوفي شنو غادي يناسبها انت بدورك كخابر كتصلح العيوب ديالها اللي, اللي عندها وكتحاول تبرز لها الملامح ديالها واللي كما عارفين دابا مؤخرا ولا طوندونس ديال الميكاب يعني خفيف ما بقاش دوك الالوان وكنخدموا يعني بالوان ترابيه وتحديد الملامح يعني راه بزاف الناس هادشي اللي ولا دابا انت تبارك الله كنتي اسخر ميكاب ارتست يعني امتى بديتي الحرفه الحرفه ديالي بديت انا جو بونس 14 عام كان في السن ديالي والحمد لله دابا وخدمتي في 14 عام خدمت عام 14 عام والحمد لله فرضت اسمي وخدمت مع بزاف ديال المشاهير وبزاف ديال العرايس مثلا المتابعين ديالي راه عارفين العديد منهم لطيفه رافات سالم راشيد هدى صدق يعني العديد منهم والحمد لله وغادي مازال الحمد لله مازال ان شاء الله المشوار طويل باذن الله وتبارك الله عليك ودابا مع الدنيا برا يعني أنتم فريق كتخدموا اكيد كتخرجوا العروسه كتلمع <applause> دابا كتكون واحد الكيب ليكيب يعني متفاهمه وهي كتعطيني اراء وانا كنعطيها اراء فاكيد كتكون واحد النتيجه زوينه الحمد لله دنيا بحال اللي راني ما كنخدمش مع البراني يعني مع الاخت ديالي والحمد لله يعني غادي مزيان والله يوفق الجميع تبارك الله عليك ودنيا يعني كيف كنقولوا انت حققتي واحد الاسم ديالك ولا معروف ولا لامع على في الساحه ديال تنكفت واكيد خدمتي المجموعه ديال المشاهير شنو الاسماء اللي, اللي خدمتي لهم وشنو الاسماء اللي كتمني كتشوفيهم وكتقولي بغيت نخدم لهذا الاسم يعني كتشوفي الباس ديالك اولا شي حاجه غيمشيو مع القوام صراحه الله تعاملت مع فنانات ما شاء الله فنانات ديونا المغربيات صراحه الله قمه في الاخلاق وفي الأدب وفي التعامل محترمة جدا كيحترموا الانسان كانسان صراحه الله تعاملت مع ماريا لالواز صباح بن صديق ليلى البراق شيماء سلمى العديد يعني كاين بزاف خانون الاسماء هدى صدقي رجاء لطيفين كان مجموعة من أي أمي ما بعض من هذا المنظر كانت منها للشفاء يا رب لأنها شوية عيانة الله يشافيها يا رب خلال وليداتها فكان الحمد لله هذو لبستيهم آه في مناسبات كان ناس في مناسبات ناس كانت في شوتينك ناس كان عند لي فيديو كليب تاعو مختمنا معاهم ناس كان عندهم لقاءات في البرامج التلفزية ولبسناهم فالحمد لله كان من هذا المنظر كان نحترم أنا الفنانات ديالنا لأن صراحة الله تعاملي مع اول مره كنتقرب من الفنانين ولقيت تعاملي معاهم فعلا في... آه... نرجس الحلاق نرجس الحلاق صراحه الله حتى هي فنانه راقيه وغزاله فكانوا قمه في الادب والتعامل غزالة فناناتنا الله يحفظهم كاملين آه بالنسبه اللي كنقول زعما شخص معين نتمنى نخدم مع ما كاينش ولكن كنتمنى يا لو بيدي نلبس كاع فناناتنا وكاع الناس انا ما عنديش فئه معينه مي كنتمنى نلبس آه الشعب المغربيه زعما المغربيات كلهم العريصات سواء آه اللي عنده سوا اللي ما عندوش سوا كبير شانو سوا قليل شانو انا ما عنديش مشكل بالعكس من هذا المنبر تنقول الناس اي واحد كيشوف مثلا إنستغرام وتيقول لا واقيلا دي هذه نقافه ديال الناس الغاليين ولا لا 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 هذه المعلومه غلط لا الناس اللي كتعرفني شخصيا هما غيشهدوا بها لان انا كنتعامل مع كل جميع الطبقات وانا اصلا يعني انا من طبقه عاديه جدا يعني أنا بالعكس عزاز عليا الناس الدراوش واللي قدرت انني كيما نقول نفرح ونفرح عريساتهم في ليلتهم ما تنبخلش وانا عريساتي كلهم اللي يعني تعاملت معهم الحمد لله راه تعرفوا عليا هذه الصفه ما كيما نقول لك مخيده هذه المهنه انا لاشت الفرحه في عيون عريساتي قسما بالله الا بحال شفت في كيف وليداتي قلت واحد المساله يعني هي المساله ديال الثمن شويه كيف قلت كنشوفوا اللباس كنشوفوا بحال دابا اللي غيشوف الدنيا برا هذا من الاسم بعدا غيرجع شويه النور غيقول هذه ماشي ديالي غيبدا من السميه وهو راجع اكيد وقعد مع المشاهير غير رجعتني ثاني اللور بقات رجعت ترجع ترجع والله العظيم ربي شهد عليا من دابا تنطمن هاد الناس تنقول لهم بالعكس هذه ما بغيتهاش تكون يعني عقبه ما بيني وبينهم بالعكس انا تنقول لهم تكون ان شاء الله مرحبا بهم ما يتاخروش ولو بميساج مثلا يبعثوا غير ميساج عيسو ولو كيما نقولوا وغادي فعلا غادي يعرفوا الاثمنه او المعامله وبزاف الحوايج اللي غتغير لي هذا المفهوم انا بالعكس انا كان كابد الهم لان كاينه ازمه نعم. الله يكون في العوان وكاين عندنا عريساتنا اللي اجلوا مسكن عراسهم هذا العام كامل وبغات تمشي حتى هي لدارها الله يسهل عليها وتلقى الوالدين حتى ما كيجيو عندي مثلا العروسه بالام ديالها وبام العريس ف كتحسي انه الناس بغني يفرحوا ولكن الماده كيما نقولوا شوية. نعم شويه والله وفانا كنخدم يعني معاهم بثمن اللي كنقول كيسلكني وكذلك تيرضي هاد الناس ولكن ماشي اثمنه يعني خياليه ولا لا لا بالعكس لا. يعني <applause> <هي> مرفقه شويه لا <applause> <applause> والله العظيم واخا ونتكمل على مساله اخرى مساله الاختيار واش الاختيار لان بعد المرات كتكون العروسه اما سمينه اما ضعيفه بزاف فبالتالي هي كتبغي تختار واحد اللون ولا واحد الثوب اللي ربما ما يتماشاش مع القوام ديالها والشكل ديالها فواش نتوما كتدخلوا في هاد الشيء ولا كتخلي ليها الاختيار نهائيا حنا باش, باش نصحح معلومه للناس مثلا كنخدموا في عرس تتكون مثلا العروسه تقول انا عندي حويجي مثلا او عند تكاشطها ديولها وهي مفصلاهم على ذوقها يعني هي عاجبينها عليها هي تلبسهم وحنا كنديو غير لي ديالنا ديك الانسانه هي مقتنعه بشكلها ومقتنعه بلباسها وفرحانه به فبين بالناس تدخل تقول لا راه كان نقافه خاصها تقول لها ما تلبسيش مثلا هذه اللبسه ما عمر النقافه ولا اي انسان تفرض على انسان شنو غادي يلبس ولا يمكن لو طلب رايي غادي نعطي رايي اي هذه زوينه جاتك مواتيه هذه ما جاتكش مثلا كتجي عندي عروسه تنجبد الكوليكسيون ديالي كامله كتبقى تلبس وكتطلب رايي خالتي هذه جاتني زوينه هذه لا كنعطي رايي كنقول لها مثلا انت سميمره ما يجيكش هذا اللون انت بيضا يجيك هذا اللون كاينين عريسات بحال هكا كاين عريسات لا تقول لك انا عندي تكاشطي ومخيطاهم وبغيت نلبسهم في عرسي ما عنديش الحق نهضر أنا كنكافة ما يخصنيش أنا اللي هي رضيها هي هو اللي ندير لها أنا. بعد كتجيك التعليقات ديال الناس يقولك لك ولا راه هذيك التكشيطة ما جاتهاش أولا ذاك القفطان ما جاهاش أولا كان على النقافة تقول لها ما ديريش ما يمكنش. فهمتي يا أختي فكتكون آراء الناس بعض الأحيان ما نقدروش ندخلوا حنا في الأذواق. يعني ما. كتخلي العروسة على راحتها. على راحت راحتها. آه بالنسبه 16 راس كتعطي 16 راس صافي كت... اي انا اللي اللي خصني انا ملي كتجي عندي وتاخذ من الكوليكشن ديالي انا هنا تنعطي رايي فيها تنقول لها مثلا هذه جاتك هذه ما جاتش هذا اللون ما جاش معاك هذه بيناتك غليظه هذه ما كنعطي رايي فقط اما اللي تشبتات بديك التكشيطه وقالت لي بغيت خالتي هذه تنقول لها مرحبا فهمتيني ما اما آه. الا جات عندي السيده تقول لك عندي ديالي فأنا ما كنقدرش نغير لها نقول لها لا لي لبسي ديالي بزز ما يمكنش بطبيعه آه. و... و... الحال والطرائف اللي كيوقعوا لكم مثلا واش عمر شي مره مشيتي ما تخلصتيش شي مره شي مشيتي ما كانش العرس اصلا رجعتي <applause> لا لا طرا واحد المره شنو وقع لينا واحد واحد الناس مشينا نحضروا في العرس <applause> وهذيك لابارتمون اللي فيها <applause> انا قالوا لي تروازيام ايطاج انا ما انتبهتش لي طاج مشيت كاطريام ايطاج طلعنا دخلت دقيت على السيده هذيك السيده تيمن حلت لي الباب قالت لي مرحبا مرحبا دخلت الماتيريال بديت نقول لبنات شوفوا فين تخص الطالي العروسة تنضل نقول ديك السيده وفين هي السيده واش باقا في العروسه تنسول السيده تتبقى تشوفي في بحال هكا وتتقول لي باقا ما غاديش دابا دابا هي حساب لا تنسول لا مولات الدار وهذيك السيده كانت صغير هي لابون فهمتي وانت تشوف تي داك دخلت تقول واش هي مولات الدار صيفطات هاد الناس وانا ملي كنسولها تنقول لها فين هي السيده هي و... ما عارفاش مسكينه ما تقول <applause> شويه تتعيط لي العروسه تقول لي فينكم اختي راه ما جيتوش وهذا قلت لها لا انا في الدار فينكم نتوما اللي ما كاين حد زعما الدار قلت ما... لي كيفاش تنقول لها راه قلتي لي, لي زعما لا دغيس الفلان تقول آه تنقول لها ورانا في الدار تقول كيفاش انت في الدار قلت لها بلاتي بلاتي انتوما داركم كانت تحل الباب ويتبان لي النمره ديال لابارتمون قلت لها من نمره انتوما؟ قالت لي النمره قلت لها ويلي ويلي حنا الناس اللي فوق منكم بلاتي نهبطو زوني جمع النمره صافي درنا حنا التفريشه هذيك هي الاولى كنديرو بديتي فرعانة باش يلا نضمنوا فلوسنا وياه وهذاك الشيء حطي صافي بنيتك حطي صافي ضمنت هذاك يلا نبدا هذا <applause> آه هبطنا للعرس وعاد الحمد لله دازت مزيانه فايلتو حتى ديك فايلتو دخلتو الفال دخلتو فالفرع داكشي اللي كان وكاين طرائف اللي كيوقعوا <applause> بيت النقافه تيكون <applause> بيت الاسرار نهار العرس نعم اه كاينه لكن ربما تقدر مضاربة الطرام ونواشة الطرام وكتلقى العروسة كتدخل مع الصباح وكتدخل خارجة فرحانة وهي راه بيت الأسرار ياك يعني عطيتيه اسم فعلا الأسرار أه وي بيت النقافة نهار العرس تنسمي أنا بيت الأسرار وخاص الإنسان يكون كتوم للأسرار يعني كيوقعوا مواقف ولكن خاص الإنسان باقي يخرج ما تيتعاودش داكشي لا آه والله العظيم سميتو ما كان ما كان كنشوفو بعينينا والبيوت حرمه دخلنا بيوت الناس وكنشوفو الحمد لله حنا كنا البيوت المغربيه ما المشاكل اختي أكيد. وكل بيت له اسراره حنا تندخلو كما كنقولوا صمون بوكمون ما كنشوفوا مالو بيت العروسه تتوقع فيه نقاشات وتتوقع فيه هذا ولكن حنا ما تندخلوش وما تنخرجوش اسرار دوك الناس وكي كنساليو خدمتنا تنتوكلوا على الله وما تنهضروش في هذا الموضوع يعني انت المهمه نلبس ونخرج العروسه زوينه في واحد الشكل زوين عين ما شافت ودنيا ما سمعت صافي والله يصاوب ويلاه يهدي كل واحد حيت يكون كل شيء تالف كل شيء باغي الحاجه تكون زوينه عائله العروسه عائله العريس ضروري كل شيء معصب كل شيء باغي <applause> 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 كل شيء شي داك الشيء يكون هو هذاك والواحد كيبقى يتكل على الاخر انت قلت لك جيب انت ما جبتيش كيوقع هاد النقاشات م. اللي كتكون خفيفه ولكن الحمد لله لحد الان اللهم لك الحمد الطرائف كاينين ديال الضحك وكنضحكوا فيهم وكتدوز الامور بسلام راه غتكون العروسه والعريس غيعاودوهم بالضحك تاعهم تاعهم غيعاودوهم بالضحك من بعد هذاك الشيء اللي كاين ما بعض الاحيان بحال مثلا واحد العرس توصلنا للعرس والعروسه قالت لي لا انا بدلت رايي ما بغيتش هاد واحد التكشيطه وهذا قالت لي لا بغيت هاد التكشيطه قيت نشوف فيها قلت لها هو دابا حتى دابا ما كاين حتى مشكل حتى دابا نحضرها لبنتي حتى تبقى يدير مع الخاطر الاب اللي بحال لي بيبي والله القسم راه ما كاع راسات يا ريت يكون لايف هذا وتسميهم فهمتش تيقولوا واخا نعيطوا في التليفون جيبوا هذه حبطوا لها التكشيط جبناها قيس لبسات قالت لك دابا انا عاد رشقات لي هذاك الشيء كامل اللي اختارت هي في الاول وديناه لها عوداته قالت لك لا لا هذا الشيء كله وكتبقى لنا كيكون ستريس ياك خصكم انتم تضبطوا الاعصاب ديالكم وتحاولوا ما امكن ما كان ما نهائيا يعني خصوصا انا ما كنتعصبش نهائيا لانه كنقدر داك الموقف ديك اللحظه الله يحسن العوان تيكون بعض المرات كيتعطل على العريس لا تعطل العريس العروسه تقدرها ديرها وبعد مرات العروسه تطيح على الضيم تتبقى تبكي اه ثاني عاوتاني كتبقى تواسي كتولي تقولي سنه الحياه وغير صبري ورا هذا هو كل وحده فينا راه كانت في دار باها ومشات لدار راجلها غير صبري كتبقى تواسي كتولي حاجه طبيب نفساني ضروري آه. الله والله العظيم هذاك الشيء باش سميتي غرفه الاسرار <applause> غرفه الاسرار بمعنى الكلمه وعاد الناس ملي كنمشيو حنا المغاربه فينا طبع الا جبنا شي حد سبحان الله كندخلوا لبيوت النعاس ديالنا نعم يعني النقافه آه. تدخل بيت الناس وهذاك بيت الناس كما كي نقولوا راه كيكون فيه الانسان حاط اغراضه الخاصه نعم يعني والله العظيم وتيثيقوا فينا وتدخلونا لهذاك البيت وتخليونا فيه زعما وكل شيء زعما كان قدامنا والحمد لله كاينه الامانه الحمد لله اللهم لك الحمد حويجات الناس ولا بيوتهم ولا كل شيء انا امانه على العاتق ديالي وتا اسرارهم ولا كل شيء ما 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 فيهم والخلاص عمرك شي مره ما تخلصتي داروا معك ثمن عطاوك ثمن لا 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 بالعكس <applause> الخلاص ما ما عمرني ما وقع ليا شي مشكل فيه مين واحد المره ايه هي 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 السيده مسكينه دايره حسابها خلصت تريتو خلصت هذا بقات تتخلص وصلت لينا حنا من الاخرين كتعرفي انك هي الاخرى كتخلص ما <تحدث> بقاش الفلوس ما بق... قلت لها ولد تعصبي راسك صافي ماشي مشكل قالت لي اعطي السيده تقول لي لك ان شيك بلاتي قلت لها لا 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 انا ما تسني لي الشيك لا ولا الحمد لله احنا زعما الانسان صافي ملي كتدخلي لدارو تشاركي معاه الطعام وهذا آه. ما بقاتش بيناتنا وكتوقع الله يكون في العوان الفتنه راه كيبقى بنادم قالت لي لا خرج لي شي حاجه زعما زادوا الدقيقية زادت شارج. عادي لي شارج هذه اللي كانت ولكن صراحه الله هذيك السيده الغد لي جابت ليه جات لي الامانه ديه. انت <applause> ما تخلعتي ما حتى شي نهائيا مبارك. بالعكس نهائيا وليكيب ديالي انا خلصتهم كاملين لان دوك الناس اللي كيجيو خدامين معاك هما مساكن معولين على هذيك نعم. كيما نقولوا ديك لاجورني ديالهم اللي يخد غادي يخدموا داك النهار وعندهم ما يقضيو بها الله يحسن العوان انا كنعطي الناس رزقهم وانا رزقي الله تعالى الحمد لله وجابت لي رزقي صراحه الحمد لله يعني هذا هو المظنون يعني الانسان فاش كترخفي عليه يبقى عند الكلمه ويجيب الحمد لله لا الحمد لله وتنطيحوا الناس صراحه الله لحد الان ناس طيبين الحمد لله دنيا براده قلت لي انا تعرفت مني خدمت المولدهب رضا 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 ولد الشينويه ومن هذا المنبر كنحيي لي تحيه كبيره لرضا ولخواتاتو والماما هذاك الانسان صراحه الله فعلا انا تعاملت معاه شخص قريب كانسان تعاملت معاه ودخلت معه لديورهم لان خدمت العرس الاول ديال اختو والعرس الثاني كان توا ديال اختو في دار وحده اخرى والعرس الثالث ديال اختو هما جوج خواتات ولكن وحده دارت جوج يومين وعاد الثالثه من فعلا ذاك الانسان قلب الكبير ومرضي واحد الانسان مخلق فعلا اسعدت بتعاملي معه وكان في الخير والله العظيم سبحان الله وكان صدفة يعني أنا خدمت معاه أنا كان عارفه ك... كإنس... كإنسانة من الناس اللي كان شوفه في الانستغرام يعني كان شوفه الدهب داير والدهب معرف في الانستغرام آه وكان في الناس يعني أنا باش غنمشي نخدم ليه أول مرة لختول النهار الحنة ديالها آه كانت داتني واحد السيدة عيطات لي قالت لي الله يخليك بالرضا راه واحد الصديق ديالي عنده العرس ديال اختو وبغيتك تخدمي لي ليه انا غدا هي غدا بيا انا مخلصاني ولكن غدا بيا كادو لهذاك السيد وفاش مشيت وخدمت لي وصراحه الله كانوا ناس الله يعمر لهم الدار فرحوا بينا بواحد الفرحه ما وغزالين هذا ويقول يعني بقيت لي انت اللي غتبقاي تنقفي لي خواتاتي آه والله أه. العظيم وكان كان ديجا وقبت نقافه اخرى وقبت ولكن الارزاق سبحان الله لما انت تكتب فتعاملت معاه وداك الانسان صراحه الله تعاملت معاه وخلصني وعطاني يعني ماشي مستغل الشهره ديالو مثلا باش انه تخدمي ليه فابور او لا باش لا بالعكس عطاني الواجب ديالي تهلا فينا الله يكثر خيره اه فغيمون انا من هنا كنشكر الرضا ولد الشينويه بزاف 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 وعزيز وغالي تبارك الله عليك وندوزوا المنافسه واش المجال ديالكم فيه المنافسه غير الشريفه ما كنتكلمش الشريفه مزيان جيبي انت موديل ونجيب انا واحد اخر لا جابت عادي المنافسه غير الشريفه كاينه في المجال حشا. ديالكم ولا ما كايناش لا لا حاشا بعد الله من بالعكس لحد الان الحمد لله انا انا عندي صديقات كافات في الدومين صديقاتي وعزازات عليا نتمنى يكونوا في اللايف يشوفوني لان بالعكس كنكملوا بعضياتنا في افكارنا في شي حوايج اللي انا باقا ما عرفتهمش تيوريهم ليا صراحه الله آه ما تيبخلوش عليا شي حاجه لا بغيت إن كيما نقول آه انا جديده في الدومين يعني وانا كنبغي نعرف شي حاجه ما تيبخلوش وانا كذلك تنعطي رايي وكيتقبلوا زعما الحمد لله ملي كنشوف شي حاجه تنقول لها ولو كنا درتي هذه مع هذه حتى هي تنعطي رايي الحمد لله انا ما عنديش نهائيا آه كيما نقول آه مشكل مع شي نقافه او لا في هذه المجله لان يعني انا مقتنعه بان الله سبحانه وتعالى قسم الارزاق وكل واحد فينا تيدير رزقه الحمد. آه والله العظيم يعني كل واحد الحمد لله كيدير رزقه وقال لك على نيتكم ترزقوا فالإنسان فالانسان ديما يكون نية طيبة وراه يجيك كيجيك هادشي اللي انا ما بالعكس الحمد الان الحمد لله ما عنديش مشكل مع شي حد وما شفت حتى شي حاجه خايبه صراحه الله لا الله يلاقينا مع محسن من هادشي اللي يا ربي امين وقبل الختم يعني العريسات الا بغيتي اللي بغيتي تنصحيهم باش تنصحي العريسات ان شاء الله اللي بعد رمضان ونتحيد هذه الجائحه آه. بغاو يديروا عراساتهم شنو النصيحه كان اللي تعطيهم <سؤال> بالنسبه للعريسات حنا كنسوا مع... العريس في الحقيقه راه تا هو تا كنلبسو لا كنشوف لا كنشوف انا الكرافات اللي كتبدل كنلبسو كنلبسو الكرافات اللي كتبدل لا تلبسو تا تا ما كنساهش العريسات العريسات العريس مسكين تا العريس تا العريس لا تا العريس صراحة العريس كيطلع لي السر هاذاك الحلاق يمشي عنده ويجي السر تبارك الله لا تا العريس ما ناسياش بالعكس تا هو عندي لباسي ديال الرجال اللبس التقليدي ديالنا لي جاباطور جلي البات باش تيمشي ليا تيمشيو مواتين بجوج مثلا دابا العروسه تتكون لابسه لبسه لبس خضراء و تيكون الاولى باش خضراء ياه تبارك الله عندي عارف. مثلا كان عندي لبسه ديال الحنه في التركواز دايره اللي تا لبسة اللبسه ديالو جابادور التركواز فهمتي تن بعض المرات العريس تيكون مثلا هاد لي جون ما بزاف باللبس التقليدي باسكو فيو كيلبسو مثلا في العيد مره ونهار عرسه صافي آه. آه. وحنا كنوفروا تنقولوا لما كان حنا كنعطي حتى كنلبسو تن باش يمشي لنا مع الـ الـ مواتي. المواتي مع العروسه وتيكون داكشي زوين في التصاورات وهذا آه، تنقول العريسات من 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 الاشياء المهمه نعم آه، ان العروسه تمشي عند النقافه وتمشي بوقت قبل من العرس نعم علاش آه، سبحان الله كي العريسات اللي رقاق كاين العريسات اللي غلاط وكاين العريسات اللي غلاط فالعروسه فهاد هذا في هذا خصها دير لي فهد 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 سياج ديالها اللي كتعطيك وقت طويل كنلقاو حنا فين نخلص نفصل ليها ونخيط ليها توني ديالها على قدها ما عندناش مشكل اه كتاخذ حتى هي راحتها كتولي عارفه شنو غادي دير مثلا واش غندير العماريه ناخذ قاعه اذا ولا ما غنديرش العماريه ندير هذه ندير هذه كيكون اما ملي تجيك عروسه اليوم وغدا عدا العرس كتوقع عرس نهار ما يمكن <توقعها> <توقعها> اخر لحظه انا انا خدمت في عرس خدمت عرس نهار بنهارو نهار عيطت لي السيده مع 11 الصباح تعيط لي قالت لي شوفي اختي النقافه وقع عليها شي مشكل ديك السيده النقافه <applause> 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 الله اعلم بالناس اش وقع لها شي حاجه اللي ما خلاتهاش انها تكون حاضره <تصفيق> <تصفيق> الله اعلم وقالت لي واش ممكن تجي تخدمي لينا قلت لها انا ما يمكنش راه ما علمتونيش وما عندي ما جمعتش لي كيب ديالي وهذا ما صاحبي وكنسمع في العروسه تتبكي عرفتي الله الله العظيم من الحمد لله يسر الله في الامر عيطت ليكيب ديالي اللي ما كتخلاش عليا والله يخليهم ليا كاع البنات اللي معايا الله يعطيهم صحتهم عيطت لها قالت لي هي نحضر معاك حتى مع 11 الصباح والله القسم في العشيه خدمت العرس وطلع عرس فعلا كان غزال ولبس واتا وكل شيء كل شيء جا ديك والله العظيم ربي شاهد عليا انهم اللي عيطوا لي قالوا لي خلينا لك انت الاختيار انت جيبي التكاشط اللي بغيتي جيبي كل شيء قسما بالله قالوا لي جيبي انت على ذوقك قلت لهم حاجه وحده تصيفطوا لي غير التصويره ديال العروس خصني نشوف آه البشره ديال اللون ديالها وطولها وش, وش آه ضعيفه عندنا كنمشيو حنا نقول يعني ملي ملي الانسان تيرمي عليك هذا الحمل الوغ كتعطي انت ما احسن عندك مام. طبعا. والله على القسم الى انا ما قالوا لي احنا ما غاديش نتناقشوا معك نهائيا انت اللي بان جيبي اللي جبتي هو هذاك ما ما كيقول لك اللي جبتي هو هذاك ما غنجيبش انا, أنا اي حاجه نامبورت كوا ولا مي ديت دي 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 بحال اللي كندي غنديه لبنتي ولا اختي والله على القسم وسبحان الله طلع داك العريس عرفتي فن ملي تنشوف العروسه عرفتي تتعنقني تنقول لها <applause> ما تبكيش تقول <applause> لي <اللي صار تصفيق> <applause> 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 والله على القسم فكان هذا عرس خدمته النهار بنهاره مي كان الفورمه ديال البنت ساعدتنا ساعدات آه ملي كتكون عاوتاني الوزن زايد بزاف او ناقص بزاف هنا كيكون المشكل هادشي آه. حاجه كتبقى تشوفي واخا ما فهمت شنو الطرائف اللي وقعوا عليك انت في الماكياج لا في الماكياج ديالك كانت مثلا العروسه مستريسيا كتبكي ولا شي حاجه فاوبليجي انك تبقى مقابله لي وتعاود وهذه وهذه فكتكون مضطر انك تكالميها والحمد لله هذا الشيء اللي كيبقى يعني شنو تنصح العريسات نتا يبقاو لي ماسك قبل الناس اكيد يعني بالبشره يعتنيو بالبشره ديالهم كما قال الدنيا يجيو قبل عند الميكاب ارتيست يشوفوا معاه ويشوف حتى بالنسبه للكولوراسيون ديال الشعر ديالهم شنو غادي يناسبها الا كانت غادي تغير لون شعرها ولا كان مثلا محتاجه لسوان في الوجه ديالها كينصحها صحه باش كتبريباري قبل باش تكون النتيجه احسن في العرس باش يعني ما كنعرفوهاش نهار العرس لا صراحه شحال من عرس كتدخل ما كتعرفش العروسه تبارك الله <تسأطلع> <تبخن> والله يسعد جميع <هم motherboard> العريسات ان شاء الله وسؤال اخر حنا كنعرفوا بزاف ديال التجاره في الانستغرام يعني بشكل كثير واش تنقفت كتمشى في الانستغرام اييه اييه انا من الناس اللي تنقول ان السوشيال ميديا لعبت دور كبير في الشهره ديالي يعني الانستغرام ولا اليوتيوب لان تعاملت مع لي بلوغرز بزاف ديال من هذا المنبر كنحييهم البنات كل كلهم اللي تعاملت معاهم ولا هذا فكنشكرهم لانهم كانوا بزاف نذكر الاسماء ونسى اسماء يتقلقوا مني نعم. مي كاع البنات ديال اليوتيوب والانستغرام تنحييهم لانه تا هما ساعدوا في الشهره ديالي وتنشكرهم وكيجيوك زبائن عبر الانستغرام لا الحمد لله وهاد ما نكذبوا الله هاد العرسات كلهم اللي خدمتهم من الانستغرام ومن اليوتيوب الحمد لله يعني آه. تفتح واحد المجال آه الحمد لله السوشيال ميديا لعبه دور ايجابي زوين في السوشيال ميديا تنهضروا على الجانب الايجابي فيها فهي ما شاء الله الحمد لله انا تشهرت فيها ودرت بدنيا بالرادا نيت بدنيا الحمد لله ملي كنكون غدا كن بارفوا غير في الزنقه ولا كندخل شي محل وتلقى حتى حنا <applause> العيالات مضروبين على الانستغرام ونتبعوا اللباسي وهذا فكنلقى انا الناس عرفتني تيقولي واش نتيا نقافه الدنيا كنقول لي هي وكيبداو يسميوني بالبلي بلوغرز اللي خدمت معاهم ولا بالرضا ولد الشينويه ولا انت اللي نكفتي لي الخواته طريضه انت اللي لبستي فلانه تنقول اي مثلا انا هي هاد السيده فبالعكس السوشيال ميديا الحمد لله بالنسبه لي انا لعبت دور كبير في الشهره ديالي تبارك الله عليكم ميبارك. من لك التوفيق باذن الله تعالى صراحه ما سخيتش بكم شكرا حنا. لك دنيا براده شكرا حنا. لك كذلك حليم كلمه للجمهور ديالك او للجمهور يلا يلاه غيتعرف عليك بالنسبه الناس اللي للناس اللي متابعيني تنشكرهم من هذا المنبر اللي الناس اللي متابعيني وتشجعوني وبلي لايك و... بلي كومونتير زوينين تشجيعهم لينا واخا الناس يقول تيقول لك الانسان مثلا انا ما تنعرفهاش ولا ما كتعرفنيش من, من, من السوشيال ميديا ولكن يكونوا على يقين نملك ملي كنلقاو ميساجاتهم ولا دوك لي لايك ديالهم ولا تنفرحوا في خاطرنا كنعطيو ما احسن من عندنا تنقول الحمد لله كاينين الناس اللي متابعينا اللي نبغيو حتى حنا نقدموا لهم شي حاجه زوينه ترضيهم وبالنسبه للناس اللي يلا اول مره يتعرفوا عليا تنقول لهم مرحبا بهم عندي نتمنى من الله يديم المحبه ما بيننا وما بين هاد الناس وكنا انا كنعريصاتي كاملين امواتهم بالذات تنحييهم من هذا المنبر لان الام بصراحه الله كت نهار العرس تلعب فيها اه بزاف 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 ومن هذا المنبر تنشكر كاع الامهات تبارك الله عليك مرة أخرى والشكر موصول لكم كذلك مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة دمتم في أمان الله إلى اللقاء